السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف موقع اسمه تيرا سيرفر. الموقع ده مهمته ايه؟ دلوقتي انا شغال على موقع وعايز اشوف شكل الموقع ده من 5 6 سنين كان عامل ازاي، او بعمل دراسة عن مدينة معينة فعايز اشوف شكل المدينة دي من كام سنة كان عامل ازاي. تمام، فمثلا خلينا ناخد نيويورك مثلا. تمام، او ممكن تكتب له خطوط الطول والعرض، وهنا بتقول له انا عايز اشوف كل الحاجات اللي بقمر صناعي من فترة معينة لفترة تانية. وليكن مثلا من 2007 لحد مثلا 2010. تمام، فهو بيبدأ يجيب لك الخرائط الموجودة في الفترة ديت. وليكن مثلا ديت، فهو بيبدأ يجيب لك الصور اللي كانت موجودة في الفترة ديت، بحيث تبدأ تشوف هل في مباني زادت مباني قلت، تاخد صورتين وقارن بينهم. مثلا تمسك مدينة دبي أو مدينة الدوحة أو القاهرة أو أي دولة تبدأ تقارن بينهم.